بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. لا زلنا في سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وربط آيات القرآن الكريم بتركيب جسم الإنسان الطبيعي. تركيب جسم الإنسان الطبيعي، معكم الأستاذ دكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة، يعني تركيب الجسم الطبيعي. أنا بس ما نبدأ في محاضرة اليوم بندعو السادة الزملاء الأعزاء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. موضوع اليوم إن شاء الله بيتكلم على الخصية المعلقة. الخصية المعلقة، إيه قصة الخصية المعلقة دي؟ الأول، هذه الخصية تحقق قول الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله سبحانه وتعالى عليم بخلقه، قادر على أن يجعل هذا الرجل عقيم أو يجعله غير عقيم. إيه علاقة العقم بالخصية المعلقة؟ أحد أسباب العقم حاجة اسمها الخصية المعلقة. تعالوا كده مع بعض نفهم إيه قصة الخصية المعلقة. ما هي الخصية؟ إنها أحد أهم أعضاء الجهاز التناسلي عند الذكر، أهم عضو. رجل بلا خصية يساوي خنثى، يساوي عقيم، ما عادش راجل، خلاص. الرجل يا جماعة هو الخصية. هذه الخصية دورها، شوف دورها بتعمل إيه؟ بتكون معالي السيد الحيوان المنوي، وبتفرز هرمون اسمه التستوستيرون، اللي هو هرمون الذكور، وبتكون معالي السيد الحيوان. تعال بص هنا كده، القصة بدأت ازاي؟ القصة بدأت يا جماعة ان الخصية في بداية تكوينها في علم الأجنة، ايام ما كنا لسه داخل ارحام امهاتنا، تكونت الخصية في البطن عند الفقرات القطنية. شوف الفقرات القطنية اهي بتاعت الفقرات الصدرية على طول. وبدأت الخصية تنزل في آخر الشهور الأخيرة من الحمل عبر قناة، الله سبحانه وتعالى عامل لها قناة ممر محدد اسمها القناة العربية، علشان تنزل الخصية فين؟ إلى كيس الصفن. تستقر خارج كيس الصفن. طب ليه يا رب نزلتها في كيس الصفن؟ قال علشان خاطر الخصية محتاجة درجة حرارة أقل من درجة حرارة البطن، وهي درجة الحرارة المناسبة لتكوين الحيوان المنوي. ارجعوا إلى المحاضرات السابقة في تركيبة كيس الصفن والخصية. إذا تتكون الخصية أثناء الحمل، صح، داخل البطن، وتنتقل خلال الشهور الأخيرة من الحمل إلى كيس الصفن أهي خلال القناة العربية. ليه يا ربي؟ قال حتى تستطيع إنتاج الحيوانات المنوية، كونها هذه الحيوانات المنوية تحتاج إلى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم. ده الطبيعي، ده الطبيعي. قصة تكون في البطن، تنزل من القناة العربية، تتجمع فين؟ في كيس الصفن. أحيانا بقى نيجي ندور في كيس الصفن ما ليش الخصية، بسموها الخصية المعلقة، في ناس بتسميها الخصية المهاجرة. يعني ايه الخصية المعلقة؟ يعني الخصية غير موجودة داخل كيس الصفن. الخصية مش موجودة، تمسك كيس الصفن كده ما تلاقيش في خصية. ماشي؟ ممكن تلاقيها فين؟ ممكن تلاقيها في البطن، واقفة في القناة العربية، موصولة عند منطقة العانة، دي درجات بتاعتها، لكن المهم في الآخر ما وصلتش إلى كيس الصفن. دي المشكلة. دي يعني ليه؟ مشكلة. طيب أنا اتولد لي طفل يا دكتور، واتولد الولد، جيت أكشف على الولد لقيت ما عندوش خصية في كيس صفن، أعضلته بقى وعيط؟ لا، انتظر يا أمي لغاية لما يكون الولد ده عمره 6 شهور وشوفيها، تابعها مع الدكتور. نزلت
ما نزلتش، نزلت ما نزلتش، يبقى احنا بنعطي الطفل ده فرصة حتى 6 شهور من العمر لنزولها الى مكانها الطبيعي في كيس ايه؟ كيس الصفرا. طب بعد 6 شهور ما نزلتش الخصية، لازم تعرض على طبيب جراح، جراحة مسالك بولية في الأطفال. مش أي حد، مش أي طبيب جراح يعملها. لا، في طبيب أطفال جراحة مسالك بولية في الأطفال. ده الكلام ده إمتى؟ بعد 6 شهور. ده كده تعريف الخصية المعلقة. في نوع تاني من أنواع الخصية اسمها الخصية النطاطة، بتنط يعني، أو المطاطية أو المتجولة، ودي شائعة جدا. بص تلاقي إن الخصية موجودة في كيس صفرا، تطلع لفوق في البطن، تختفي شوية وتروح ترجع مرة تانية، هي تختفي شوية وترجع مرة تانية. إمتى بتختفي؟ في حالتين، في حالات البرد وحالات الخوف. هنا مفيش خوف، مفيش قلق، إحنا هنا كده ما بنقلقش على هذا الطفل من الخصية بتاعته، طالما بتطلع وتنزل مفيش منها مشاكل، احنا فقط بنتابعها طول ما هي بتنزل، خصوصا في الصيف، خصوصا في الصيف مفيش عندنا مشاكل. اسمها الخصية النطاطة او المطاطية او المتجولة. ودي طبعا لان كيس الصفرا لما بيبرد يا جماعة، الله سبحانه وتعالى اعطاه عضلة عرضية، بتنقبض العضلة دي، بتدفع الخصية الى اعلى، خصوصا في حالات البرد او الخوف. طب يا دكتور، نعم يا حبيبي، ايه اسباب الخصيه المعلقه؟ ليه انا ابني عنده خصيه معلقه؟ الاسباب الحقيقيه الدقيقه غير معروفه، لكن احتمال احد الاسباب الاتيه: 1، اضطرابات هرمونيه، في مشاكل في هرمونات هذا الطفل هيعمل الخصيه المعلقه، خلت الخصيه ما تنزلش الى كيس الصفرا، خصوصا هرمون هنعرفه حالا دلوقتي اسمه هيومن كوريونيك جونادو تروفيك هرمون، هنعرفه حالا دلوقتي. او تاريخ عائلي، عائلات كده تلاقي الولد ده واخوه وعمه وخاله وبتاع ده كده عندهم الخصيه المعلقه، تاريخ عائلي، عوامل جينيه. او الولاده مبكره، ما احنا قلنا هي بتنزل في الشهور الاخيره من الحمل، الولد اتولد بكير شويه، فلسه لذلك بنقول لك انتظر لغايه 6 شهور عشان خاطر ممكن تبقى الولاده المبكره، اذا ما بلاقش. لو الولد اتولد وزنه ضعيف، انخفاض وزن الطفل عند الولادة، برضو احتمالية تلاقي عنده الخصية المعلقة. لو الأم شغالة في المبيدات في مكان قريب من المبيدات الحشرية، خصوصا اللي بتستخدم في المزارع، توقع ان الطفل بتاعها ممكن يكون يصاب بالخصية المعلقة. لو الأم مصابة بداء السكري، مرض السكر، أم عندها سكر، وارد ان يكون ابنها عنده الخصيه المعلقه. ام بتشرب صبارس، بتشرب جوزها بيه، ماسكه الارجيله طول الليل وطول النهار، وارد جدا بتدخين الام، وارد. حتى ركز كده لو سمحتم، تدخين الام نوعين، ويا ريت تفتح لودانك وتاخد بالك، نوع ايجابي ونوع سلبي. الايجابي هي الدخن، السلبي قاعده بقى جوزها 24 ساعه مشغل فرن جنبها، ده سلبي، بيأثر على الجنين، بيأثر على الجنين، برغم ان هي ما بتدخنش، لكن ده اسمه تدخين السلبي، يؤثر على الجنين؟ يؤثر بيه على الجنين. بيأثر على الجنين؟ بيأثر على الجنين. شغاله في المكتب، كل الموظفين دخان 24 في فتره العمل بتاعها، يؤثر على الجنين؟ يؤثر على الجنين، تدخين الام، او لو بتشرب كحولات خمره، عافانا واياكم الله. او لو ان الطفل مصاب بحاجه جينيه اسمها متلازمه داون، داون سندروم، ده احد عيوب الكروموزومات. او الام سمينه ما شاء الله وزنها معدل 100 كيلو، وارد يكون ابنها عنده الخصيه المعلقه. دي كده اسباب الخصيه المعلقه. ايه مشكله الخصيه المعلقه؟ انا اقول دلوقتي ان الله سبحانه وتعالى نزل الخصيه في كيس الصفن علشان كيس الصفن درجة الحرارة فيه أقل من درجة حرارة البطن، وهي درجة الحرارة الملائمة لتكوين الحيوانات المنوية الطبيعية الغير مشوهة، اللي هي قابلة على عملية اختراق البيضة وعمل الحمل الطبيعي. أول مشكلة، مشكلة في الخصوبة. لو احنا سبناها بقى وما عالجناهاش، لا توقع ان هذا الطفل هيكون عنده مشكله في الخصوبه. اهو
هنا كده في عملية العقم تزداد احتمالية إصابة الرجال الذين عانوا في طفولتهم من حالة اختفاء الخصية، بس اتأخر العلاج. خلي بالك لو انت اتأخرت في العلاج بتاعته. ليه؟ لان ده بيقلل عدد الحيوانات المنويه او عندها تشوهات نتيجه ارتفاع درجه الحراره الموجوده في البطن. بس خلي بالك ده لو اتأخر العلاج، لكن لو اتعالجت بعد 6 شهور في الوضع الطبيعي ما فيش مشاكل خالص، هيكون هذا الرجل وهذا الطفل ان شاء الله طبيعي. تاني مشكله ممكن يحصل التواء في الخصيه، ما الخصيه في مكان غير مكان، ونازل لها شريان وطالع منها وريد ونازل لها عصب وحبل منوي، ده كله ممكن يروح لافف حول نفسه كده. لما يلف حول نفسه كده يقوم يقفل ايه؟ يقفل الاوعيه الدمويه، يحصل احتقان في الاوعيه الدمويه، هيعمل الم شديد، ولو شفناه بقى هيعمل تلف في نسيج الخصيه. طبيعي، ما انت قفلت الشريان منعت الدم من يروح للخصيه. انت جبت دراعك ده وقطعت الشريان بتاعه، طبيعي هيموت. انت جبت بيت وقفلت عنه الميه، هتجي له ميه منين؟ هتجي له ميه منين؟ اهو حصل التواء في الخصيه خصوصا الحبل المنوي، لف على نفسه. مشكله ثانيه يحصل فتق قربي. ايه هو الفتق القربي؟ انتظروا دي له محاضره كامله، محاضره كامله. ايه هو الفتق القربي؟ وهي القناه القربيه اللي احنا قلنا الخصيه ماشيه فيها، دي لها محاضره لوحدها عشان نفهمها. يا الله، الخصيه بتاعتك انت، بتاعتك انت، جسمك هتعرف عليها على اساس انها جسم غريب لانها موجوده في مكان غير مكانها، وهتحول الخلايا بتاعتها الى خلايا سرطانيه. شفت؟ برغم ان الخصيه بتاعت هذا الرجل، لان الجسم بتاعه بيتعرف عليها وكانها جسم غريب مش بتاعته، وتحول الى سرطان الخصيه. الحمد لله الذي عافانا. يا جماعه ده ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم احنا لن نوفيه شكره لو عدى العمر كله. نشكر ربنا بس على هذه النعمه ما كفتها. نور الله سبحانه وتعالى من علينا ونزل لنا الخصيه في كيس الصفن بره عشان الحراره تبقى مناسبه لتكوين الحيوانات المنويه، علشان ما تبقاش عقيم، علشان نحافظ على الجنس البشري. شوفوا يا جماعه النعم بتاعت ربنا، ده كفايه علينا قوي قوي هذه النعمه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ايه في الاول واحنا قلنا؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل ما شاء ايه؟ عقيم. اهو لو الخصية ما نزلتش هيبقى هذا الطفل فيما بعد لما يكبر يبقى راجل، يبقى ايه؟ هيبقى عقيم. دي مشكلة الخصية المعلقة اللي ما نزلتش كيس الصفا. طب نعرفها ازاي؟ ضروري جدا بنبه لكل الامهات وكل الابهات، اول ما تولد الطفل بتاعك امسك كيس الصفن بتاعه وحسس عليه كده، شوف الخصيتين موجودين ولا مش موجودين. ما عرفتش روح للطبيب بتاعك قول له يا دكتور الخصيه نازله في مكانها. اه يا ابني نازله في مكانها الحمد لله يا دكتور شكرا. طب مش نازله والدكتور شك، اعمل اشعه بالاشعه اللي هو بنسميها اشعه تلفزيونيه او الموجات فوق الصوتانيه او سونار او الترا ساوند، كل الاسماء واحده، نعمل تصوير نشوف الخصيه موجوده مش موجوده. طب موجوده فين؟ طب التصوير السونار والالترا ساوند الموجات فوق الصوتيه ما شخصتش، اطلع الادق اعمل رنين مغناطيسي ام ار اي. طب ده كله ما ظهروش، افتح البطن خلي الدكتور يشوفه بعينه هو بالمنظار البطني، شوف الخصيه فين، حته موجوده ولا مش موجوده، لان ده موضوع يا جماعه لا يحتمل. سيبك انت كون هو ان انت تبقى عقيم، هو يعني ربنا مش راضي لي ان انا اخلف، لكن ده المشكله زي ما قلنا دلوقتي هتتحول الى خلايا سرطانيه. يعني العقم امر الله ماشي، لكن ده هتتحول الى خلايا سرطانيه. موضوع يا جماعه مش موضوع كده، الموضوع لا يستحق استهانه، لازم ناخد الموضوع بجديه اكتر من اللازم. علاج الخصيه، احنا قلنا بننتظر 6 شهور الاولانيين لغايه لما تنزل الخصيه، ممكن يكون بقى لاي سبب من الاسباب السابقه اللي احنا قلنا عليها دي. طيب بعد 6 شهور ما نزلتش نروح الدكتور وبنبدا احنا ننزل ايه؟ نعالج الخصيه. ايه ليه بنعالج الخصيه؟ قلنا لسببين. السبب الاولاني والاهم عشان خاطر العقم، السبب الثاني عشان خاطر ما تحولش الى خلايا ايه؟ سرطانيه. يبقى الهدف نقل الخصيه المعلقه وعادتها الى كيس الصفا
في مراحل مبكرة، حط على 28,000 خط. كل ما بتعالج بدري كل ما بتبقى فرصة الإنجاب أقوى، كل ما المشاكل بتبقى إيه؟ أقل. لأن هذا يقلل فرص تعرض الطفل لمشاكل في الخصوبة في وقت لاحق لما يوصل سن البلوغ. بيبقى الخصوبة بتاعته ضعيفة. طب وليه؟ ما نعالج من بدري. من بدري خالص بعد 6 شهور ما نزلتش لازم إيه؟ نعالجها. طب العلاج؟ علاج جراحي. علاج بسيط جدا، الدكتور بيفتح فتحة صغيرة خالص أو بالمنظار، بروح سحب الخصية بالراحة بالراحة ومنزلها كيس الصفن وبغرزة كده، غرزة كده مخيطها في كيس الصفن عشان ما تطلعش مرة تانية. انتهت القضية، عملية بمنتهى البساطة. أحيانا البعض من الناس بتجرب هرمونات، علاج بالهرمونات، بيدي هرمون اسمه هرمون موجه الغدد التناسلية المشيمية البشرية. هذا الهرمون هو اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروفيك هرمون. هذا الهرمون هو اللي يوجه الخصية أيام ما كنت داخل بطن أمك إن هي تنزل من البطن عبر القناة العربية تنزل في كيس الصفر. هو الهرمون ده كده. وهذا الهرمون يفرز منين؟ يفرز من المشيمة. يفرز من الايه؟ من المشيمة. بيوجه الجنين علشان خاطر، بالمناسبة هذا الهرمون ده كده هو ده الهرمون اللي انت بتدور عليه في الحمل في البداية خالص، لما تعمل اقول لك اعمل اختبار حمل في الدم ولا كده بدور على الهرمون ده، هو هرمون الحمل. هذا الهرمون ايضا هو اللي بيوجه الخصية انها تتحرك في القناة العربية تنزل الى كيس الصفن. هذا الهرمون يساعد على جعل الخصية تتحرك نحو الصفن. ويعد هذا العلاج بقى بالهرمون ده علاج لو كانت يعني عند منطقه العانه خلاص، يعني هي هتنزل خلاص، هي دي هرمونات، لكن لسه فوق الجراح افضل. ايهما افضل، العلاج الجراحي ولا العلاج الهرموني؟ لا، العلاج الجراحي افضل واضمن. اضمن، انت ضمنت انت نزلت الخصيه وخيطتها. لكن العلاج الهرموني ده اقل فاعليه من العلاج الجراحي. ايه مشكلته غير كده؟ المشكلة مش مضمونة بدرجة 100%. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت اديته هرمونات تناسلية فبيديله سنة بلوغ بكير. لو زميله بلغ عند 14 سنة، ده بلغ عند 11 سنة، عاوز اتجوز. الله، ايه الله، لا ما انت مديله بيه هرمون يا بيه، شغلت له الخصة، شغلت له الجهاز التناسلي، ما شاء الله عليه. ماشي، بسموه النضوج الجنسي المبكر. واخيرا اشكركم على حسن استماعكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشهير الفيديوهات الجميله دي الى زمايلكم عشان الناس تستفاد من هذه المعلومات، وجزاكم الله خيرا. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعه صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الاستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.